اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم انا فهد المباشر جديد من مدينة الضربة، بالضبط من منطقة الهراويين. الهراويين كنلقاو فيهم كاينين الكوارة بزاف عند الناس هنا ديال الفيم، ولكن الغريب في الامر هو اللي مات لي شي بهيمة كيجيبها لهاد المزبالات اللي كاينين في الشانطي وكيلوح البهيمة تما. يا خرفان، يا بقر، يا حمير، يا بغال، يا اللي كان، حيت منعوا علينا اننا نصوروا هذا الشيء. هادشي كتولي الدنيا هنايا فيها واحد الريحه كريهه. حتى من البطين ديال الخرفان ديال العيد كلهم مليوحين مجموعين، تاهو فيهم واحد الريحه كريهه. الشركه ديال الازبال باقا ما جاتش كاع، الناس مش كدوش انا كاع تحيد هادشي، وهادشي غادي كيتكاثر. يعني صعيب هنايا، كيجي بنادم مع الليل كيجيب الدابه ديالو كيلوحها وكيزيد بحال هاد كيلوحها في الشان وسط الشانطي. الهراويين كله مزبالات، كله سيبة. شنو لاح الطريق حوت هاد شو جهاز هاد شو لاح الطريق شو طيح باز اسباب كروسة هاد شو طيح شو دار في الدنيا هادي صافي عادي